مساء الخير وفقرة جديدة من The Doctors. دايما مشكلة السمنة هي المشكلة اللي بيعاني منها كتير جدا جدا من الشعب المصري، سواء كانوا سيدات أو رجال. لكن المشكلة هنا الحقيقية لما بيبقى فيه سمنة موضوعية أو الدهون بتتراكم في منطقة معينة من مناطق الجسم. يمكن مثلا من أكتر المناطق اللي مشهورة أو يمكن من أكتر المناطق اللي دايما بتتراكم فيها الدهون، ودي طبعا بتسبب لنا مشاكل كتير جدا جدا، اللي ثقة في النفس، عدم الراحة، ما بنعرفش نلبس، ما بنعرفش نمشي، ما بنعرفش ناخد نفسنا، هي مشكلة البطن أو تراكم الدهون في منطقة البطن. في حلول كتير جدا جدا، لكن من الناحية الجمالية المشكلة دي لو زادت عن حدها بتؤثر علينا، بتؤثر نفسيا، بتؤثر اجتماعيا، وزي ما انا قلت كمان احيانا ممكن تؤثر مهنيا. يعني حد يبقى داخل على شغل معين او وظيفة معينة وللأسف شكل بطنه او الشكل العام في مظهر جسمه مش مناسب او مش لائق للوظيفة دي. طبعا بنبقى عايزين نعرف ايه هي الحلول الطبية اللي ممكن تساعدنا اننا نتخلص من الدهون او نتخلص من زيادة الوزن او تراكم الدهون في المنطقة دي. علشان كده النهاردة هنتكلم على الحلول الطبية، هنعرف مع بعض ايه هي اهم الحلول الطبية وايه هي التكنيكس الجديدة او يمكن التقنيات الجديدة علشان تخلصنا من السمنة الموضوعية لو موجودة في اي منطقة من مناطق الجسم مش بس في البطن. لكن اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفة فقرتي النهاردة، دكتور ريهام مجدي. دكتور ريهام مجدي أخصائية السمنة والنحافة ونحت القوام بالليزر بعيادات أورا، الدبلومة البريطانية في التغذية العلاجية، عضو الجمعية المصرية الأفرو أسيوية للتجميل، دبلومة الليزر بالمعهد القومي للليزر بجامعة القاهرة. اهلا بك يا دكتور، نورتينا في الدكتورز. ربنا يخليك يا حبيبتي. دكتور ريهام، خلينا في البدايه نتكلم على اكتر مشكله يمكن بيعاني منها زي ما انا قلت في الانترو بتاعتي عدد كبير جدا جدا من الناس، تراكم الدهون في منطقه البطن. لكن في زي مقوله او في زي حاجات كده الناس بيقعدوا يتداولوها ما بينهم وما بين بعض، اشاعه عشان ما بتشربيش ميه كتير او علشان ما بتشربش ميه كتير فبالتالي الدهون بتتراكم في منطقه البطن، فشرب الميه او قله شرب الميه مرتبطه دايما بوجود دهون في البطن. صح ولا غلط؟ لا، وكمان في مقوله تانية بيقول لك شرب الميه ما بين الوجبات او في نص الاكل بتعمل كرش. صح كده؟ أيوة، دي اكتر صح حاجه جدا. لا، دي طبعا حاجه غلط خالص. عايزين الاول نعرف يعني ايه الكرش. الكرش ده عباره عن تراكم الدهون في منطقه معينه، هي منطقه البطن. تراكم الدهون دي بيبقى منها داخليه ومنها خارجيه. الداخليه اللي هي بتبقى الحشويه اللي هي بين الاعضاء. أوكي. ما بين الامعاء وما بين الكبد وما بين الكلى وما بين الاعضاء كلها اللي داخليه. تمام. ودي بتبقى عميقه جدا وغالبا بتبقى عنيده. وفي كمان الطبقه اللي هي السطحيه اللي هي خارج او تحت الجلد مباشره، ودي بتبقى طبقة في منها طبقات عنيدة بس مش عنيدة زي المنطقة الداخلية اللي هي داخل الدهون الحشوية أو داخل الأعضاء الحشوية. تمام؟ طيب الدهون دي بتتكون فين؟ بتتكون في حويصلات صغيرة جدا، الحويصلات دي اسمها الخلايا الدهنية. فلما بتتراكم فيها بتبدأ الحويصلات دي أو الخلايا الدهنية بتكبر، تبدأ تدينا شكل الكرش. تمام؟ طيب موضوع بقى المية بيأثر على الكرش ولا لأ؟ لا، المية طبعا عمرها ما كانت بتأثر على الكرش، بل بالعكس المية بتساعد في نزول الكرش. ليه بقى؟ لأن المية، لأن الدهون بتدوب في المية، يعني ربنا خلق أي حاجة في الدنيا بتدوب في عن طريق المية. حضرتك برضو يا دكتور جايبة صورة معاكي، الصورة دي يعني بتوضح قلة شرب المياه بتعمل ايه بالظبط. قلة شرب المياه ممكن تعمل ارتفاع في ضغط الدم، ممكن تعمل ألم في المفاصل، ممكن تعمل حصوات في الكلى برضو، ممكن كمان انها تعمل مشاكل في الهضم، كمان انها بتقلل الكولاجين في الجلد. أوكي. فممكن تؤدي الى تجاعيد، تؤدي الى تهدل في الجلد سواء في البطن او في الجسم او في الوش او في منطقه الجو لاين برضو. كل ده برضو بتؤدي الى جفاف الشعر عشان تبقي عارف، وسقوطه وتقصفه. فهي المياه بتعمل ترطيب عام لكل الوظائف الحيويه في الجسم او في البشره او في الشعر. تمام. اشرب قد ايه ميه في اليوم او كام لتر ميه في اليوم؟ بصي، هي اقل حاجه طبعا، هي كل وزن بيختلف من وزن لوزن او طول من طول مع الوزن من حد لاخر. أوكي. او من شخص لاخر. تمام. لكن الستاندرد الموجود بالنسبه للميه هي بتبقى حوالي 3 لتر، يعني ما ينفعش ان احنا نقل عن 3 لتر. في ناس ممكن ان احنا نزودهم عن 3 لتر حسب نسبه العضلات اللي عندهم او
نسبة الدهون، لكن أقل حاجة 3 لتر. طبعا ده مش موجود خالص، يعني أنا بشوف الناس أو المرضى اللي بتجيلي غالبا ما بيشربوش أكتر من حوالي نص إزازة مية لتر، أو يعني كوبايتين مية طول اليوم، بالذات في فترة الشتاء. يعني فترة الشتاء فعلا بيقولوا إحنا مثلا ما بنعطش ما بنشربش مية، ودي أكتر حاجة ممكن تسبب لهم كمان أمراض، يعني بلس السمنة أمراض زي الحصوات اللي هي في الكلى، زي مثلا زيادة نسبة الأملاح في البول، كل دي أمراض ممكن تسببها عدم شرب المية. طب في ناس يا دكتور يهم بتعاني من الكوليسترول، يعني بيبقى وزنهم مش كبير أو مش تخان أو أصلا مش بيعانوا من السمنة، لكن الكوليسترول عندهم ممكن يبقى عالي جدا أو ممكن يبقى قليل جدا. يعني نسبة الكوليسترول أو في الموضوع ده ايه هي حلوله او ايه هي مشاكله، بتعمل ايه؟ طيب احنا عايزين بس نعرف الناس يعني ايه الكوليسترول. الكوليسترول ده طبعا في منه حاجه مفيده، في دهون مفيده وفي دهون ضاره. الدهون طبعا الدهون المفيده دي هي اللي بتخلي فيه ليونه في الشرايين وفي الاورده، وليونه في الدم، وليونه في البشره، وليونه في الجسم كله، وبتأدي وظايف الكبد الطبيعيه بتاعته. طب الدهون الضاره او الدهون اللي هي الثلاثيه الضاره اللي هي اسمها بقى الكوليسترول متعرف عليها الناس اللي هي الضاره، الضاره دي عباره عن ايه؟ الضاره دي عباره عن دهون زي ما احنا شايفين في الفيديو، هي دهون بتزيد في الدم. بيجي الكبد ما بيقدرش ان هو يهضمها، فبالتالي بتبدا تترسب على ايديش. الشكل ده عباره عن كريات الدم الحمراء، والاصفر ده هو الكوليسترول. الكوليسترول ده وهو ماشي في الشريان او في الوريد بيبدا يترسب الكوليسترول ده على الجدار الداخلي للوعاء اللي هو الدموي او الشريان. تمام. فلما بيدخل ويترسب على الجدار فبيؤدي الى ضيق الشريان، يعني بيخلي الشريان او الوعاء الدموي ضيق جدا، وبالتالي وبيزود كمان اللي هو اللزوجه بتاعه الدم. فلما يعمل كده بيبدا يؤدي الى طبعا مشاكل خطيره. اول حاجه انها بتؤدي لارتفاع ضغط الدم، يعني الكوليسترول ممكن يؤدي لارتفاع ضغط الدم، كمان ممكن يؤدي الى انسداد الشرايين زي الشريان التاجي مثلا، زي اي شريان، زي الشريان الاورطي، اي شريان موجود في الجسم وليه فايده كبيره ممكن ان هو يؤدي الى انسداده. تمام. برضو ان هو ممكن كمان الخمول يا دكتور، او الواحد بيبقى ما عندوش الطاقه او القدره ان هو يعمل حركه كتير، يمارس حياته بصوره طبيعيه، يفضل صاحي معظم الوقت. يعني الكوليسترول ده برضو بيأثر على المواضيع دي؟ لا، وكمان خدي بالك ليه اسباب كتيره. يعني احنا مثلا يعني في ناس كتيره تتساءل ليه انا بيجي لي كوليسترول، ليه حصل لي الكوليسترول. طب الكوليسترول ده بلس ان هو كمان بيسبب السمنه، هو كمان اسبابه انك انت مثلا تكوني مركزه على الدهون المعقده في الاكل، زي السمنه السمنه والزبده والزيوت اللي هي المهدرجه، او الاكل من الجانك فود اللي بره، كل ده بيرفع الكوليسترول. تمام. بالظبط. برضو الحاجات الدسمه جدا زي القشطه والحاجات دي كلها بترفع الكوليسترول في الدم. تمام. برضو نسبه نعم ما ناكلش لا طبعا يعني تاكلوا كده حاجات صحيه، يعني حاجات إيه صحيه مثلا؟ يعني مثلا الزبده الطبيعيه صحيه، تمام، مفيش مشكلة منها. ولكن الطبيعية مش اللي هي المختلطة اللي في معظم المحلات. تمام. برضو النسبة بتاعتي تبقى قليلة، يعني حتى ربنا خلق ان النسب بتاعت اي اكل في الدنيا سواء بروتين او فواكه او مثلا فيتامينز او اي حاجة بيبقى ليكي نسبة معينة منها. لكن اللي لاحظته بقى ان الناس بتكتر من السمنة والزبدة وبتكتر من الدهون دي، اللي هي بتأدي الى زي ما بقولك اللي هو تصلب الشرايين او ضيق في الشرايين والكوليسترول، وده بيؤدي لامراض خطيرة جدا. طيب أي حد وزنه كبير أو بيعاني من سمنة ممكن يعاني من مشكلة ارتفاع نسبة الكوليسترول، ولا دي ممكن برضو تيجي مع الأجسام الرفيعة؟ لا، ممكن تيجي مع الاجسام الرفيعه. طبعا على حسب طبيعه الاكل بتاعته. بس الاجسام اللي هي فيها سمنه طبعا نسبه الاصابه فيها كبيره جدا. طبعا لان انا عندي سمنه بتزود لي الكوليسترول في الدم او بتزود لي الدهون، بلس الاكل الغلط والعادات الغلط. تمام. بلس الاكل بقى الغير جيد، يعني مثلا انت عشان تعالجي الكوليسترول ده لازم تاكلي اكلات مثلا تظبطه صحيه طبعا. طيب اتكلمنا يا دكتور على المياه، وقلنا فوائد الميه، وقلنا ان شرب الميه بتؤثر بشكل كبير جدا جدا وبتعمل لي تراكم في الدهون طبعا، دي بالنسبه للميه. المياه الغازيه
يمكن اكتر الشباب بيحبوها جدا لان فيها سكريات وبتديهم طاقه وبتديهم انرجي. طيب انا عايزه اسالك يا دكتور على المياه الغازيه، ممكن تبقى سبب من اسباب تراكم الدهون؟ طبعا ده السبب الرئيسي، المياه الغازيه السبب الرئيسي في تراكم الدهون. ليه بقى؟ لان البيبسي فيه سكري، فيه نسبه سكريات عاليه جدا. نسبه السكريات العاليه جدا دي لما بتعلى في الجسم او بتعلى في الدم بيبدا الانسولين او هرمون الانسولين لما بيجي يهدم، طبعا احنا ناكل اي حاجه سكريه الهرمون الانسولين بيزيد علشان يقدر يهدم السكر ده. أوكي. فالنسب الكبيره بتخلي الانسولين يعجز ان هو يهدمها ويعجز ان هو يقاومها، وبالتالي بيقل نسبه الانسولين في الجسم والبنكرياس بيقل عمله، وده بيؤدي لامراض خطيره جدا من ضمنهم مرض السكري. تمام. بس احنا لو بصينا على 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 ازازه الميه الغازيه بنلاقي مفيش فاتس، يعني كلمه دهون او فاتس دي مش بتكون موجوده. ما هي الدهون، الدهون عشان تتكون مش لا مش لازم تكون عن طريق انك انت بتاكلي دهون، ممكن تكوني بتاكلي سكريات. بالظبط، كميات كبيره من السكريات، والسكريات بتتحول لدهون في الجسم. دي حاجه. تاني حاجه برضو من اضرار، يعني انا فعلا بقول لكل الناس محدش يشرب المياه الغازيه، كلها اضرار. انت عارفه ان هي بتؤدي لهشاشه العظام، بتزود نسبة الفسفور في الجسم، وبالتالي بيتقلل امتصاص الكالسيوم. أشهر حاجة الكالسيوم وبالتالي بتعمل لك هشاشة عظام، بتؤدي إلى تسوس الأسنان لأنها بتعمل على تآكل المينا اللي في السنان. طيب في الجسم يمكن أماكن تراكم الدهون معروفة، الدرعات، الظهر، البطن، الأرداف، الفخذين، عارفينهم. في الوجه إيه هي أماكن تراكم الدهون؟ منطقة اللغد، ومنطقة الجو لاين، منطقة النك، في ناس كتيره كمان في منطقه الخدود اللي هي التشيكس، يعني منطقه الخدود او التشيكس بتبقاش مناسبه لوشها. اوكي، تبقى يعني كبيره قوي. الصوره دي اللي في الجسم. ايوه، دي اماكن تراكم الدهون اللي في الجسم. يعني في عندك منطقه البطن، بالنسبه للسيدات منطقه الافخاد او اللي هي الارداف، في برضو البطن هنا، في هنا منطقه المؤخره، في منطقه برضو اللي هي السمنه اللي هي فوق الكتاف والصدر والبطن والظهر، وهي الجو لاينز بالرقبه، والجو لاين بقى طبعا بالرقبه، باللغد، الخدود ممكن دي برضو جديدة. منطقه التشيكس. نعم. الخدود دي جديده، يعني يعني فعلا ممكن في ناس بيبقى عندها في ناس بيبقى عندها يعني الفاتس عندها كبيره قوي لدرجه ان الوش، بس مش هو مش قصه ان هو مونفيس او حاجه مدوره، لا هو مليان قوي شكله اوفر يعني. فبيحصل تراكم طبعا. طيب ايه هو يا دكتور جهاز الثري ماكس ده ودوره ايه؟ جهاز الثري ماكس ده هو نوع من انواع الليزر، هو طبعا حاجه حديثه جدا في تفتيت الدهون. هو بيحتوي على ثلاث انواع من الليزر، الثلاث انواع دولت قادرين على ان هم يعملوا تفتيت للدهون، وكمان تجميد الخلايا الدهنيه وتكسيرها، وكمان في نوع من انواع الليزر الثاني اللي هو بيعمل ضغط للخلايا. هنا بصي الفيديو بيبين لنا ان هو عباره عن كاب كده، الكاب ده بينزل ثلاث انواع من الليزر زي ما قلت لك. النوع الاولاني زي ما انت شايفه هو اللي بيدي بيشتت التجميد، تجميد او تبريد الخلايا الدهنيه، وبالتالي بيحصل ايه زي ما انت شايفه كده، في تكسير ليها بعد ما اتجمدت، يعني الخلايا اللي هي لونها لبني دي هي اللي اتجمدت تمام واتكسرت زي ما انت شايفه، وبتبدا يحصل لها امتصاص. لما هو بيحصل الفري ماكس ده يا دكتور بيدخل على السمنه الموضعيه اللي هي الدهون المتراكمه في اماكن الجسم. هو مسؤول عن السمنه الموضعيه، يعني مثلا لو حد بيشتكي من ديفو معين مضايقه، بطن، ارداف، دراعات، لاف هانجلز، الاماكن دي، هو قادر على ان هو نعمل كونسنتريشن بيه او نركز على المكان ده بجهاز الثري ماكس، في خلال جلسات بسيطه جدا بيبدا يتزال المكان ده وتتخلصي منه تماما. ان هو قوي شويه، يعني جهاز طبعًا قوي طبعًا. ده يعمل نحت للقوام، بيعمل نحت للقوام طبعا. بيقدر ان هو يضغط، يعني مثلا هي المنطقه دي منطقه البطن زي ما انت شايفه حصل ليها بقت فلات، بدات البطن تخس خالص، بدات منطقه الوسط لو تلاحظي دخلت لجوه، لان هو النوع الثاني من الليزر اللي هو موجود في نفس الثري ماكس بيعمل ضغط للخلايا، فعندك منطقه الوسط زي ما انت شايفه حصل لها نحت. الناس اللي بتحب تعمل ريشيب لجسمها، فهو مسؤول عن كل ده، بيعمل نحت وبيعمل تخسيس وبيعمل شد للجلد. الصوره دي فظيعه. دي بتبين لنا، بتبين لنا برضو منطقه البطن زي ما انت شايفه، والتهدل اللي تحت كل حاجه. ايوه، ومنطقه اللاف هانجلز لو تلاحظي برضو قلت شويه، ومنطقه برضو كان في فات في الظهر كده، منطقه الظهر برضو قدر ان هو يعمل كنترول عليها او يكسرها ويفتتها خارج الجسم تماما. في كام جلسه يا دكتور اقدر ان انا اوصل للمراحل دي؟
يعني هو على طبعا على حسب السيفيرتي بتاعت الحاله، لكن هو في خلال جلسات قليله. يعني زمان كانوا مثلا الكرايو وكان الكافيتيشن وريديو فريكوانسي، الحاجات اللي كانت الناس كلها مرت عليها، تاخد سيشنز كتيره جدا. ممكن مثلا الواحد يعمل مثلا 6 شهور سنة جلسات عشان يقدر يكسر الدهون دي او تروح منه خالص، على حسب كل حاله. لكن السري ماكس لا، السري طبعا لازم، ممكن احقن. يعني في حالات كتيره ممكن انها تتدخل بانجكشن او الحقن. ليه؟ لانه الدهون بتاعتي، او مثلا احنا خلاص دخلنا بالجهاز التقنيه الثري ماكس، وفي طبقه عنيده جدا محتاجه اكتر من تقنيه، فدي بتبقى ده دور الدكتور ان هو يحدد ان كان في تقنيه تانية تدخل معانا تساعد وتسرع النتيجه اكتر ولا لا. ففي طبعا حقن اللي هي اسمها اللايبو، اللي هي حقن تفتيت الدهون. دي حاجه حديثه جدا بتقدر ان هي تفتت الدهون العميقه، وتقدر تشيل لنا الحاجز اللي بيبقى حاصل، والطبقه العنيده اللي هي ما بتقدرش ان تخلي الدهون اللي تحتيها تبدا تتكسر وتنزل خارج الجسم. طيب دايما يا دكتور في حواري مع حضرتك، الاسئله كلها اللي بتيجي من الناس على صفحاتنا على الفيسبوك وكمان صفحه عيادات نبض بتبقى بالنسبه للهايفو. دايما بيبقوا عايزين جزء معين من الفقره نتكلم فيها عن الهايفو، وان هو بيساعد في شد ترهلات ان كانت في الوش او في الجسم. عايزاكي تكلميني تاني عنه. تمام، احنا برضو عايزين نعرف يعني ايه الهايفو. الهايفو ده عباره عن سونار، حاجه يعني حاجه ناتشرال جدا، حاجه طبيعيه جدا. هو سونار عادي، بس هو اكتشفوه ان السونار لما يبقى عميق جدا وشديد التردد يقدر يوصل لطبقات عميقه جدا من الجلد، زي العضل وزي الدهون وزي كده، بيبدا ان هو يعمل لنا يكسر لنا الدهون، وكمان بلس ان هو يشد لنا الجلد. يعني في ناس بتعاني من ترهلات في البطن، في الارداف، في الدراعات، اكتر حاجه زي منطقه زي السيدات او زي الصوره دي. تمام، فهو قادر على ان هو يقدر ان هو يشد الجلد اللي هو مترهل، زي ما انت شايفه في الصوره، مترهل جامد او شديد الترهل، فيقدر ان هو يشده طبعا بدون جراحه. يعني دي حاجه مذهله جدا ان هي تبقى بدون جراحه، بدون حقن، بدون اي حاجه، زي ما انت شايفه هنا برضو منطقه البطن. الصوره دي جدا منطقه يعني البطن، الصوره دي فيها امل جميلة. منطقه البطن بقى برضو لما عملنا جهاز الهايفو قدر ان هو ينشط الكولاجين والالاستين، فقدر ان هو يشد لنا الجلد زي ما انت شايفه. يعني كان زمان اللجوء لنشد حاجه زي كده هي الجراحه، ان هو يفتح ويشد بالجراحه. لا، دلوقتي بقى البديل الهايفو. الهايفو بدون جراحه، بدون حقن، بدون بينج، نقدر ان احنا في خلال جلسه او 2 أو 3 على حسب الحاله نقدر ان احنا نشد الجلد تماما، ونقدر ان احنا نعمل له فلاتنج او تايتنج. اوكي، بس دايما يا دكتور بنقول ان الهايفو بيدينا 50% واحنا موجودين في العياده، ولو استنينا عليه شويه مع الوقت هيبان النتيجه اكتر. طبعا لا، دي ده صحيح. كلام صحيح طبعا، لانه احنا لما بنيجي ننشط الكولاجين والالاستين، زي ما شوفي هنا برضو الصوره بتاعت الجو لاين وبتاعت اللغد اللي هي الدبل تشين، برضو الهايفو قدر ان هو يكسر لنا الفاتس او الدهون اللي فيها ويشد لنا الجلد. وكمان هو خدي بالك ان بيعمل نحت، يعني بصي منطقه الجو لاين عمل لنا نحت لمنطقه الجو لاين وبرزها، فخلى مظاهر الجمال بدات تظهر. تمام، فالهايفو يقدر ان هو زي ما بقول لك يشد لنا الجلد في بدايه الجلسه او احنا قاعدين في الجلسه، يقدر يظهر لك النتيجه من 20% لـ50%. تمام، مع الوقت، لان الكولاجين ده بيحتاج وقت وايام ان هو يحصل بناء ليه، مع الوقت خلال شهر، شهر ونص، شهرين بتبداي تلاحظي النتيجه اللي انت كنت مستنياها من زمان. بشكرك جدا يا دكتور ريهام على وجودك معايا النهارده في ذا دكتورز. ان شاء الله هيكون لينا فقرات سوا مع بعض مختلفه كتير قدام ان شاء الله في السنه الجديده ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان عيادات اورا بتقدم خصومات وعروضات بمناسبه راس السنه لكل الناس اللي حابه ان هي تحافظ على شكلها وتحافظ كمان على جسمها. مشاهدينا، خلصت فقرتنا النهارده، كانت معانا دكتور ريهام مجدي اخصائيه السمنه والنحافه ونحت القوام بالليزر بعيادات اورا، دبلومه البريطانيه في التغذيه العلاجيه، عضو الجمعيه المصريه الافرو اسيويه للتجميل، دبلومه الليزر بالمعهد القومي للليزر جامعة القاهرة. وكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، لسه معانا فقرات مختلفة، في حفظ الله.